كثيرة هي المشاريع الخدمية الحكومية التي تخصص لها الأموال الطائلة، لكن سرعان ما تتحول إلى مشاريع متلكئة ومتوقفة بعد أن يأكل الفساد الحكومي تخصيصاتها بالكامل. مشروع مجسر الصدرين في مدينة السماوة بمحافظة المثنى واحد من تلك المشاريع التي حال الفساد الحكومي دون إكمالها، على الرغم من مضي أكثر من 8 سنوات على بدء العمل فيه. 8 سنوات مشروع لا بي إنجاز، لا بي فتشي مثلا فاد المحافظة، العالم محلاتها قلت لك شالت، يعني أملاك باعت من هنا، إيجارات هاي المحلات ما تطلع إيجاراتها. مشروع بالنسبة للمشروع ما بي كل إنجاز، والمسؤولين عليهم أكيد المسؤولين المحافظ غيره. توقف العمل في مشروع مجسر الصدرين أثر سلبا على جميع مناحي الحياة في المحافظة، ولا سيما المحال التجارية القريبة من المشروع. 100% دمر المحافظة، 100% شارع رئيسي يحيي المنطقة هاي من الكترين دمرها. طب للمنطقة شوفها سيارات، ازدحامات، أذية، كل ساعة حادث بالمنطقة، زين شوارع تعبانة وبس زبالة ووسخ. والله العظيم لو شوف معيشتنا تعبانة، وضعيتنا ندفع إيجارات، نداين فلوس وندفع إيجارات، وضعيتنا تعبانة حيل. خلي يجون ينظرون لحالنا. مجالس المحافظة هسه بس كل من حط صورته وعلقها انتخبوا فلان وانتخبوا فلان، يلا ما يجون يشوفون حالتنا. أما الرواية الحكومية فقد أكدت أن التلكؤ في المشروع جاء بسبب الأزمة المالية وقلة التخصيصات المالية للمشروع. صار مشكلة بتوقف المشروع بسبب الأزمة المالية سنة 2014، توقفت جميع المشاريع في العراق. استئنف المشروع سنة 2018 بعد اجتماعات خيرية الأزمة. قلة التخصيصات المالية للمشروع، وكذلك هنالك كانت مشكلة فنية بتفاصيل جزئية بالمشروع تخص عملية التسليح لتسليح الحديد للمجسر، تم أيضا معالجتها وتم رفع قرار إلى اللجنة الاقتصادية ومن قبل وزارة التخطيط ووزارة البلديات والإعمار، ونتأمل وصول الموافقة خلال الأيام القليلة القادمة. وهكذا أصبح الفساد الحكومي الثقب الأسود لكل مقدرات العراق الذي ما زال يتربع على قمة الدول الفاسدة وفق مؤشرات الفساد الدولية منذ عام 2003 ولغاية الآن.